من لما تركت أهلي أكيد كان كل شيء صعب، يعني الواحد يبعد عن أهله. الشيء الصعب هو الشغل، يعني الواحد بيشتاق لأهله وواحد يعني ما بيكون مرتاح نفسياً. طبعاً أنا سعيد جداً وحالة سعادة جداً لا توصف إني بدي أشوف ابني بعد فراق طويل وبعد معاناة طويلة وتنقل من بلد لبلد. أنا هلأ رايح أشوف أهلي، باقي ساعتين. قلبي عم يدق هلأ وإنه شلون هيك بدي أشوف أهلي وأشوف أمي، لأنه أمي هي الجنة وكتير مشتاق لها وما باقي الدقايق وشوفهم إن شاء الله. ابني أنا تركته صغير، تشرد من الحرب والحصار، كان صغير، هلأ بتفاجأ بلاقي أكبر مني وأطول مني. نسينا الماضي، بنرجع نفتح صفحة جديدة، منعيش كأسرة، يعني بنغير حياتنا، حياة الحرب، حياة مثلاً الحصار، هيك يعني نفتح صفحة جديدة ونعيش ونربي أولادنا ونعلمهم بالمدارس وبتتعلم. أنا مبسوط إنه هلا هي حدي وإنه شفتها ويعني مرتاحة كتير أنا، واليوم هو يوم حلو. ويعني رح أضل أتذكره.